لما كنا صغار للأسف الشديد كثير من الأفكار السيئة زرعوها براسنا بعض رجال الدين السيئين للأسف موجودين لليوم في مجتمعاتنا. وكانت القدسية اللي بتمتع فيها رجل الدين اللي بنعطي له إياها إحنا كأشخاص محترمين بنحب ديننا وبنحترمه، كان هو من خلال هذه القدسية يتحرك زي ما بده ويكبر في المجتمع زي ما بده ويوصل الأفكار اللي بده إياها للناس وكأنها قرآن منزل، مع احترامي طبعاً الشديد لرجال الدين المحترمين الراقيين الذين يدعو إلى التعايش واحترام الأديان الأخرى ووصلوا للناس رسالات جميلة هي رسالة الأنبياء. لكن للأسف هدول العلماء أو هدول المشايخ منعت أصواتهم بطريقة ما، منعت لأنه هم رح يكونوا سبب في تثقيف الناس، وبقت أصوات رجال الدين المتخلفين السيئين الذين يجب أن يطردوا من مجتمعاتنا. لازم نطردهم من حياتنا، لازم نطردهم طرد من حياتنا زي ما عملوا الأوروبيين. الأوروبيين ما أصبحوا مجتمعات محترمة وراقية إلا يوم ما طردوا رجال الدين السيئين من حياتهم وقالوا لهم أنتوا في واد وإحنا في واد، أنتوا جرتونا للحروب والدمار وكره الآخر بادعائكم الديني وبإثباتاتكم الدينية، لكن إحنا الآن مش هنسمع لكم وراح نطردكم من حياته. وبدت أوروبا ترتقي وتصير محترمة بعد ما هذول تجنبوا وصاروا يعيشوا معزولين، وهذا لازم يصير. رجال الدين هذول اللي أنا بتكلم عنهم كانوا إحنا صغار يروحوا لأوروبا أو أمريكا بسبب بحجة الدعوة إلى الإسلام، ولما يرجعوا على بلادنا ويدخلوا في المساجد المقدسة اللي إحنا بناخد منها كل كلمة ثقة بدون ما نرجع لأي شيء، يجوا شو يقولوا؟ يقولوا إنه إحنا للأسف الشديد خرجنا ندعو إلى الله فوجدنا مجتمعات حيوانية، مجتمعات متهالكة، مجتمعات مش عارفة ليش عايشة أو مش عارفة ليش الله خلقها. الحياة الجنسية عندهم كالبهائم، عايشين زي الحيوانات يعني. المجتمعات هاي لا تعرف لماذا خلقها الله، مش عارفة ليش عايشة. ولفت الدنيا ودارت، وصلت أنا هذه المجتمعات اللي هو بتكلم عنها. المجتمعات هاي اللي وصلتها من أول يوم بديت أبحث عن المجتمعات الحيوانية اللي تكلموا عنها المشايخ في عقلي قبل 20 سنة وظلت راسخة في عقلي. أول شيء وجدت شوارع نظيفة وجميلة، وهذا لا يدل على مجتمع حيواني. الشوارع الوسخة اللي مش نظيفة هي اللي بتدل على المجتمعات الحيوانية، مع احترامي لكل الناس المحترمة اللي عايشة في مجتمعات مضطهدة. المجتمعات هاي اللي تكلموا عنها عندها حضارة جميلة زي الحضارة اللي انتوا شايفينها الآن، المباني هذه القديمة اللي لها مئات السنين محافظين عليها زي ما هي وبيحترموها وبيعرفوا كيف يتعايشوا معها ويفرحوا فيها. الشيخ هذا اللي كان يقول عن هذه المجتمعات مجتمعات حيوانية ومتهالكة، كيف صار شيخ؟ هذول أشخاص معقدين منبوذين من مجتمعاتهم وحتى من عائلاتهم، كانوا يولدوا أطفال ما بيعرفش يتكلم ولا بيعرف يحكي ودائما معزول وما إله شخصية أبدا ودائما منبوذ وما إله أصدقاء وما إله اهتمام. يلاقي حاله بيروح على المسجد لأنه المسجد بيت الله دائما للبسطاء المساكين، يروح على المسجد. في المسجد إحنا كمجتمعات نبدأ للأسف الشديد نعظمه ونطلعه ونكبره، ويبطل بدل ما كان شخص منبوذ لا أحد يعرف اسمه يصير أبو جعفر أو يصير أبو حمزة أو يصير أبو عبيدة، وبيصير الناس أبو عبيدة إجا، أبو حمزة راح، أبو جعفر نام، أبو القعقاع صحي، فالراجل بيصير له اسم في المجتمع. وإحنا اللي بنكبره بإيدينا للأسف، إحنا اللي بنكبره بإيدينا. بيصير في موضع الاهتمام بالمجتمعات بلحيته اللي هي ببلاش وجلبيته المتر قماش برضو ببلاش، وبيبدأ هذا يمشي في المجتمعات تبعتنا ويحكي اللي بده إياه، بيشرق وبيغرب. وطبعا إحنا بما أنه قدسية رجال الدين بتخوفنا لليوم نقدرش نجرؤ نحكي معهم، بنتركه وبنبدأ نحترمه ونساعده أنه ينتشر لغاية ما هذا الراجل يسمم أفكارنا ويلوث فكرنا ويوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من
دين مكروه من كل العالم، مع أنه دين راقي محترم يدعو إلى التعايش واحترام الآخر. نبي صلى الله عليه وسلم إجا بالرحمة، جابوا عنه أحاديث ما بيتقبلهاش على نفسه إنسان مجرم، أحاديث كلها قتل ورعب وسفك دماء واغتصابات، واعتمدوها أكثر من القرآن. أنت لما تيجي تحاججه بآية بيطلع لك بحديث. اللي خلاني أحكي في هذا الموضوع وأثار فكري أني كنت قبل يومين بتكلم مع صديقة موجودة بغزة، بتكلمني بحزن عن أختها الطفلة العمر 12 سنة، بتقول لي أنه في المدرسة المدرسة تبع أختها بتقولهم بالصف أنه المجتمعات كلها اللي مش مسلمة هذه مجتمعات كافرة وراح تروح النار، إيش ما عملت وإيش ما سوت لازم تروح النار. الطفلة البريئة بفطرتها ردت عليها، شو قالت لها؟ قالت لها مش معقول كل هالناس هدول يروحوا النار، مع انهم في كتير منهم بيعملوا خير واحنا في كتير منا كمسلمين نعمل شر. فردت عليها واستشهدت الطفلة بأنجلينا جولي، قالت لها هي مثلا أنجلينا جولي وهي غنية ومشهورة، هي أنجلينا جولي الممثلة الأمريكية اللي هي سفيرة المحبة والسلام بالعالم، ومش محتاجة شهرة طبعا أنجلينا جولي عشان تعمل هيك، بتسافر لبلاد الفقراء وبتتعايش نفس ما بيعيشوا الفقراء وبتسندهم وبتساعدهم، ليش تروح النار؟ الطفلة ببراءة بترد. غضبت المدرسة هاي منها وقالت لها انت مين علمك الكلام الخطير هذا؟ لا بدهم يروحوا النار، وأصرت على كلامها. سؤالي المهم اللي تعلمناه غلط قبل 20 سنة عن المجتمعات الأوروبية خلتنا نكرهها ونضلنا قاعدين على أبواب بيوتنا ما نتقدم، والمجتمعات الأوروبية انطلقت إلى عنان السماء ونزلت في الأرض، وهي المدرسة الآن بتعيد الكرة مع الطلاب. أنا بدعو الآباء وبدعو المسؤولين عن هذه الأشياء يراقبوا شو أولادهم بيتعلموا في المدارس، مين المدرس اللي بيعلم ابنه؟ إذا أنا المدرس بده يعلم ابني إنه المجتمعات كافرة بديش إياه، لا، المجتمعات مش كافرة، المجتمعات بشر بيعيشوا مع بعض، إحنا بشر لازم نتعايش ونعيش مع بعض، كل واحد إله نبي، واللي بيضل يجي يقول لي إنه المجتمعات هاي أخذت أخلاق الإسلام، لا يا سيدي ما أخذت أخلاق الإسلام، هذا إلهم نبي اسمه عيسى بن مريم، المسيح عيسى بن مريم. علمهم الأخلاق قبل ما يجي الدين تبعنا ومشوا عليها، ولما إجا ديننا وإجا صلى الله عليه وسلم محمد قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني اللي بدوها إخواني من الأنبياء، لكن إحنا بما إن الشعوب المختارة اللي فيش حد زينا واللي إحنا أهل الجنة وكل الناس أهل النار لازم نحط بصمتنا ولازم نقول إنه الناس كلهم بيتعلموا منا، لا الناس بتعرف شو بتسوي وماشي على شو قال لهم نبيهم. هلأ عندهم أخطاء ما عندهمش أخطاء، هم حرين. مجتمعات اللي انتم بتحكوا عنها مجتمعات بهائمية وحيوانية ومتهالكة، هي راضية بنفسها، انتم شو دخلكم؟ المجتمعات اللي البهائمية اللي مش عارفة ليش عايشة هذه هي اللي صنعت لنا الطيارة اللي احنا بنروح نسافر فيها على مكة لنؤدي فريضة الحج والعمرة، أعظم الشعائر عنا كمسلمين بنسافر بالطيارات اللي هم صنعوها، والقماش اللي احنا بنلبسه بالفريضة هاي ماكيناتهم اللي صنعوها هي اللي خيطت هذا القماش اللي احنا بنلبسه، حتى هذه الثياب اللي احنا بنلبسها ماكيناتهم اللي صنعوها هي اللي خيطتها إلنا، حتى الأكل اللي بناكله هم اللي بينتجوه وهم اللي بيزرعوه وبناخد منهم، الدواء اللي بنتعالج فيه لنتشافى من الألم إلى الراحة هم اللي صنعوا لنا إياه، وفي النهاية هم كفار ورايحين النار، وإحنا اللي قاعدين على بواب بيوتنا مش عارفين شو نعمل رايحين الجنة. المؤامرة لازم نعيشها زي ما علمونا مشايخ ورجال الدين السيئين، لازم يعيشونا بجو المؤامرة دائما، كل العالم بيتآمر علينا، كل العالم بيخطط ضدنا، لازم ننتبه. العالم يا سيدي هيو تفضل تفضل، هاي العالم هاي العالم، والله ما هم مفكرين فينا ولا عارفين مين احنا، احنا دخلنا بلادهم لم يسألونا عن ديننا ولا عن جنسنا ولا عن لوننا. ليش بنعيش حالنا في الأجواء هاي؟ لماذا نقول فيهم ما ليس فيهم؟ ليش بنحاول نخليهم كفار؟ وعلى فكرة كل إنسان يرى الله على صورته الخاصة، فالقاتل يرى الله قاتلاً والرحيم يرى الله رحيماً، وأنا والله أرى الله رحيماً وأرى أنه كل هذول الناس هو اللي بيحاسبهم هو اللي خلقهم، ومش أنا اللي بدخلهم ولا ديني اللي بدخلهم النار ولا بالجنة. هلأ بدك تجيني بأحاديث وتطلع لي بآيات، أنا قدك وقد عشرة زيك.
ما بتقنعني أنا، اقنع نفسك. أنا أرى الله رحيماً، أرى الله رحيماً. الله سبحانه وتعالى اللي قال في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش محتاجة الآية لمفسر عبقري لا يشق له غبار، ما ولدتوش ولادة يحكي لي هذا التفسير ويجي يقول لي المقصد بأيها أيها الناس يا أيها المسلمين. يعني إذا بدنا نعتبر يا أيها الناس يا أيها المسلمين، باقي الناس شو اسمهم؟ إذا الناس المسلمين، طب باقي الناس اللي مش مسلمين إيش اسمهم؟ يا أيها الحيوانات مثلا، يا أيها الحجارة مثلا. كل الشباب المحترمة اللي راح تسمع صوتي وراح تقتنع فيه وراح تأيده، مش لازم تسكت وخلاص وتقول والله بيحكي كلام حلو أو بيحكيش كلام حلو، لازم تخطو خطوة، لازم نطرد هذول العالم اللي جعلونا أسرى كلماتهم، لازم نطردهم، لازم نبدأ ننطلق للعالم، نروح للعالم نقول له يا عالم إحنا شعوب محترمة، إحنا ناس رقيل، إحنا عنا عقول جبارة، إحنا عنا ناس لو ينفتح لهم المجال بتركعوا أمام إبداعاتهم. بدنا نعيش معكم ونتعايش معكم في هذه الدنيا، ويوم القيامة يخلق. يلا هاي اجتكم، هاي اجتكم، هاي اجت بدون صدفة، بدون موعد. يعني هدول العالم لازم نتعايش معهم ونقول لهم انه احنا جايين نعيش معكم. هيني انا مسلم وقاعد بحكي في الدين، واجت ما عندهاش اي مشكلة معي. احنا مشكلتنا مع انفسنا، مشكلتنا مع المشايخ اللي بيحاولوا يطلعونا مجرمين ارهابيين زي السمعة اللي وصلوها للعالم كله. يعني أنا اليوم صورت فيديو بكنيس في وسط بروكسل، راح تشوفوها في آخر الفيديو، وكان تصوير رائع، راح يترك بصمة للتعايش، راح يترك بصمة جميلة، راح تشوفوها وتحكموا عليها. اللي بدي أحكيه كمان في هذا الموضوع، يعني قبل أيام للأسف الشديد بقلب في التلفزيون فوجدت قناة عربية مستضيفة المفتي تبع العاصمة بدون ذكر اسم الدولة، وشيخ بيسأله والمسلمين بيتهافتوا بالأسئلة لهذا الشيخ، الأسئلة المعهودة اللي حفظناها من وإحنا صغار. شو حكم اللي بيقول للمسيحية كل عام وإنتوا بخير؟ شو يا جماعة، كلام عدى وراح وانتهينا منه، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. بس السؤال اللي استفزني أكثر إنه واحد بيسأل الشيخ بيقول له إنه لما واحد يموت شو أفضل الكلمات اللي أقولها إياه، اللي أقول له إياها أعزيه؟ يا رجل حزنك لحاله كلمات أصدق من الكلمات تصل قلبه، مش لازم تحكي ومش لازم تسأل، ليش بتعقدوا الأمور؟ المصيبة الأكبر إنه الشيخ رد عليه شو قال له؟ قال له: إذا كان مسلما قل له عظم الله أجرك وشكر الله سعيك وعوضك خيرا، وإن لم يكن مسلما فقل له فقط يسلم راسك. بس عندي صديقة عايشة بأمريكا، هي من أصل عربي، كانت تحكي لي إنه أجمل شيء كانت تشعر فيه لما تسمع صوت القرآن من بيت جيرانهم أو تسمع صوت الأذان، ورغم هيك ظلت مسيحية ما غيرت دينها. نفس الشيء كان يحصل معي وأنا طفل، كنت أحب ألعب بالكنيسة اللي هي بجنب المسجد، وكنت أحب أزور أصدقاء المسيحية وأشوف الشمع والصور الموجودة ببيتهم، ورغم هيك ظلتني مسلم ما غيرت من ديني ولا أثر علي هذا شيء. أنا بدعو كل إنسان يروح يدق الباب على جاره المسيحي ويقول له: يا جاري أنا حابب أتعرف عليك أكثر منك، مش من السيئين اللي بيزرعوا بيني وبينك الفتنة. دق عليه، وكمان المسيحي يدق على جاره المسلم يقول له: الصورة اللي بتوصل عنكم بدي أتأكد، بدي أشوفها، رح يلاقي ترحيب، رح يفهموا بعض عن قرب أفضل ما إنهم يسمعوا عن بعض من وسطاء أو لصوص الله. العام الماضي في عيد الأضحى تلقيت رسالة من عائلة مسيحية عايشة هون ببروكسل، اسمها عائلة خرموش. عائلة خرموش بعثت لي رسالة قالوا لي إنه كل عام وأنت بخير بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليك وعلى عائلتك. وأنا في هذا العيد الميلاد المجيد اللي تصادف سبحان الله، ما بعرفش شو هالصدفة، إنه يكون عيد ميلاد مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
في نفس الليلة بيجي عيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، وكأنه الله بيقول لكل العالم أنه هدول النبيين إخوة واللي بيأمنوا فيهم إخوة، لكن إحنا طبعا حنرفض والمشايخ حتبدأ تشتغل أنه هذه كانت صدفة. لكن لما يجي يقولوا نزل جبريل في مسجد وصلى في الناس ونقول لهم يا عمي شو هالهبل، بيقول لك لا لا كيف بتقول هبل، بيمشونا زي ما هم بدهم زي ما بتتوافق مصالحهم. هذه الصدفة الجميلة اللي جاء فيها مولد ذكرى مولد النبيين العظيمين، وكأنها رسالة للجميع أنه هذول إخوة ولازم كلكم تكونوا إخوة مثلهم، وهذا دليل على ذلك. فأنا ببعث لعائلة كرموش بقولهم هابي كريسماس وعيد ميلاد مجيد، ولكل المسيحيين الموجودين في وطني ولكل المسيحيين في العالم، وخاصة طبعا المسيحيين البلجيك، بقولهم كل عام وأنتم بخير وسنة سعيدة عليكم، وأنا سعيد جدا أني بحتفل بينكم وبحتفل معاكم، وأنا ما بقدر أعيش بدونكم يا أصدقائي، وحتى لما أموت بتمنى من الله أكون معاكم. طبعا عارف أنه هالقد حيطلع لي 100 يقول لك تحشر معهم، أنا قد حالي بعرف كيف بتعامل مع ربي. علاقتي مع الله لا تحتاج إلى مشايخ يكونوا وسطاء، علاقتي مع الله سهلة جدا، علاقة بين العبد وربه، مش محتاجة وسيط، مش محتاجة مشايخ يدخلوا عقدوا المسألة ويحكوا بما لا يفهم. علاقتي مع الله أنا بقدر أشعرها بقلبي وبقدر أعيشها بقلبي، مش محتاج. إحنا مشكلتنا دائما زي ما قال دريد لحام في الزمانات، مشكلتنا مش مع الله، مشكلتنا مع اللي بعد عاملين حالهم بعد الله، هاي مصيبتنا اللي لازم إحنا نحذر وننتبه منها. أنا حبيت أهدي إلى كل المسيحية أن أضيء لهم شمعة في الكنيسة المقدسة في بيت لحم، لأنه مش قادرين يوصلوا هناك، وللأسف أنا نفسي مش قادر أوصل هناك، كنت أتمنى لو كنت هناك وأضيء لهم هاي الشمعة. لكن في صديقتي إيمان موجودة هناك، هي قررت أنه تضيء شمعة عن كل المسيحية اللي في العالم أو شموع. هذا شيء جميل، إحنا نحبكم وبنحب نتعايش معكم وبنحب الحياة اللي أنتوا فيها زي ما أنتوا بتحبونا، ما عندنا مشكلة. المشكلة لازم تفهموها دائما مش معانا، مع رجال الدين اللي أنتوا طردتوهم من حياتكم زمان، موجودين في حياتنا الآن، لازم يطردوا. مع احترامنا لكل رجال الدين المحترمين المثقفين الذين يدعون إلى التعايش واحترام الأديان، إن الله يحكم بين العباد يوم القيامة، مش أنت اللي بتدخلني الجنة ولا أنت اللي بتدخلني النار، أنا بعرف كيف أروح الجنة بطريقتي، بعرف طريقها، هو بيعرف كيف أروح بطريقته. شكرا. أنا حبيت بس، أنا الآن قريب من كنيسة موجودة في سنتر بروكسل، في نص بروكسل. هاي الكنيسة أنا حدخل عليها الآن وحخليك تشوفوا بالضبط شو موجود جوا الكنيسة، بس أنا بدي أخفض صوتي لأنه هم عندهم الكنائس كثير بصراحة بيهتموا في مسألة إنه ما يكون في إزعاج وما يكون في صوت، بس حخليكم تشوفوا شغلة كثير مهمة لما أدخل الآن. هذه هي الكنيسة. الشيء المهم اللي أنا بدي أخليكم تشوفوه هو هذا، طلعوا فوق الراية الزرقاء الموجودة، الراية اللي جنبها الخضرة الموجودة. أنا هقترب أكثر عشان تشوفوا بوضوح شو محطوط. هذه الراية الزرقاء مكتوب عليها باللغة العبرية، اللي هو نفس ما مكتوب باللغة العربية يا الله، مكتوب الله، وطبعا اللي هو داخل كنيسة، يعني الكنيسة بتعترف في الديانتين هذول الموجودين وبتأكد انهم ديانات سماوية وما عندها مشكلة فيهم. وانا هقترب اكثر هخليكم تشوفوا الان التفاصيل عن اللي موجودة على اللوحة هذه. هيها هيها هي فوق الله اذا شايفين. طبعا انا الان قادر اطلع مصحف واقعد هان اقرب راحتي وبكل هدوء، ما حدا يزعجني ولا حدا يقول لي وين انت. وسؤالي هو، هل يجرؤ مسيحي في كل العالم يدخل على اي مكان مقدس وخاصة في السعودية ويحمل الانجيل تبعه؟ هذا السؤال اللي انا بدي اسأله. طبعا احنا غير العالم كله، احنا اهل السماء واهل الجنة وهم كلهم اهل النار وكفار. انا الان جوا الكنيسة، الان فيش موعد صلاة، لكن المكان هادئ جدا، والمكان يعني لما بيجي اي حد بيأدي طقس العبادة تبعه بيكون